اهلا بحضراتكم في هذه التغطيه الاخباريه على شاشه اكسترا نيوز لابرز التطورات والمستجدات والتي نتناول فيها ملف الازمه الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها الاقتصاديه. حذر الكرملين من المخاطر الناجمة عن تورط الولايات المتحدة المتزايد في النزاع الدائر في أوكرانيا ومن اقترابها من التحول إلى طرف فيه. وأكد الكرملين أن العملية العسكرية ستستمر حتى السيطرة على كامل إقليم دونباس، كما أكد أن التوسع والسيطرة على مناطق جديدة في أوكرانيا أمر مرتبط فقط بقرار من القائد الأعلى ورئيس بوتين. أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي وجود اقتراح بعقد جلسة عامة لمجلس الدوما يومي الثالث والرابع من أكتوبر المقبل، وذلك لمناقشة نتائج الاستفتاءات التي أجريت في لوهانسك ودوناتسك وزابوروجيا وخيرسون. وقال رئيس الدوما أن المجلس سيؤجل أسبوع عمله الإقليمي إلى موعد لاحق، وذلك لكي يتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة وفقا لنتائج الاستفتاءات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عمليات تدريب المجندين الذين تم استدعائهم بقرار التعبئة الجزئية تتم في منطقة القرم وقرب الحدود الأوكرانية. كما أعلنت الوزارة القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا بضربة مكثفة في مقاطعة خاركيف، كما أعلنت مقتل 90 جنديا أوكرانيا بالقرب من نيكولايف. قالت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة الصاروخية النووية الأولى من مشروع ياسن التي تحمل اسم نوفوسيبريسك وصلت إلى إقليم كامتشاتكا للخدمة في أسطول المحيط الهادئ الروسي. وأضافت الوزارة أنه تم تجديد قوات الغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ بغواصتين نوويتين في وقت واحد. وذكرت الوزارة أن هاتين الغواصتين نفذتا عملية انتقال من أسطول الشمال إلى أسطول المحيط الهادئ، وصلتا إلى نقطة تمركز الدائم في كامتشاتكا. قال سفير روسيا في واشنطن أنتلي أنتونوف أن الولايات المتحدة تقترب من حافة خطيرة بحديثها عن جواز استخدام كييف للسلاح الغربي في قصف دونيتسك ولوهانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا. وأضاف السفير الروسي أن الولايات المتحدة تتحول إلى طرف في النزاع الأوكراني من خلال حث كييف على مواصلة استخدام الأسلحة الغربية ولا تدرك خطورة هذه الأعمال، مضيفا أن الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للأزمة لا يمكن أن تكون فعالة بينما يستخدم الغرب نظام زيلينسكي ضد روسيا. قال مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تجهز لجولة جديدة من العقوبات على روسيا في حالة ضمها للأراضي الأوكرانية، إضافة إلى حزمة أسلحة بقيمة مليار ومائة مليون دولار لكييف سيتم الإعلان عنها قريبا. جاء ذلك بعد إعلان السلطات في المناطق التي أجرى فيها الاستفتاءات التصويت لصالح الانضمام لروسيا. المزيد في هذا التقرير. بينما تخطط الولايات المتحدة لإصدار قرار بالأمم المتحدة يدين الاستفتاءات التي أجرتها روسيا لضم أراضي أوكرانية، أعلنت سلطات دونيتسك عن النتيجة النهائية لاستفتاء المواطنين للانضمام إلى روسيا، مؤكدة أن 99.23% من أصوات الناخبين يرغبون بالانضمام إلى الاتحاد الروسي. ريفيريندوم.
النتيجة في المقاطعات الأخرى لم تختلف كثيراً عن دونيتسك، فقد سجلت مقاطعة لوهانسك نسبة 98.42% من أصوات الناخبين يرغبون بالانضمام إلى روسيا، فيما سجلت مقاطعة زابوروجيا نسبة 93.1%، بينما سجلت مقاطعة خيرسون نسبة 87.5% من أصوات الناخبين يرغبون الانضمام إلى روسيا. قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تجهز أيضاً جولة جديدة من العقوبات على روسيا في حالة ضمها للأراضي الأوكرانية، إضافة إلى حزمة أسلحة بقيمة 1,100,000,000 دولار لكييف سيتم الإعلان عنها قريباً. وأجريت عمليات التصويت على مدار 5 أيام في 4 مناطق هي دونيتسك، لوهانسك في الشرق، وزابوروجيا وخيرسون في الجنوب، والتي تشكل معاً نحو 15% من الأراضي الأوكرانية. وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إن المجلس قد يبحث ضم تلك المناطق في 4 أكتوبر، فيما كتب ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي عبر تليجرام مرحباً بانضمام المقاطعات الأربعة إلى روسيا. لكن مستشار الرئيس الأوكراني قال إن كييف لن تتأثر بالتهديدات النووية أو استفتاءات الضم، وستواصل خطتها لاستعادة كل أراضيها التي سيطرت القوات الروسية عليها. ندد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالاستفتاءات التي نظمتها موسكو لضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، واصفا إياها بأنها غير قانونية. وكتب بوريل في تغريدة أن استفتاء الضم يعد انتهاكا جديدا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في إطار من الانتهاكات الممنهجة لسيادة أوكرانيا. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن موقف برلين من الأراضي الأوكرانية التي أجرت فيها روسيا استفتاءات لن يتغير، وصرح شولتز بأن بلاده لن تقبل نتائج هذه الاستفتاءات التي وصفها بالصورية، مؤكدا أن دعم برلين لأوكرانيا سيستمر دون نقصان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ألمانيا تفعل كل ما في وسعها لمنع نشوب الصراع المباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. قالت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تعزز من دفاعاتها أكثر من السابق في شرق أوكرانيا تزامنا مع تقدم القوات الأوكرانية الذي يهدد أجزاء من لوهانسك. وأضافت الوزارة أن موسكو تواصل محاولتها للتقدم بالقرب من بخموت في دونباس شرقا، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية شددت من عملياتها الهجومية شمال شرقي البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. كما أكدت الدفاع البريطانية أن القتال العنيف مستمر في منطقة خيرسون، حيث لا تزال القوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو. قال الرئيس الليتواني أن بلاده تسعى لتسليم مدافع هاوتسر الألمانية إلى أوكرانيا في وقت لاحق، بمجرد أن تتلقى الحكومة تقييما من القيادة العسكرية حول التأثير المحتمل لمثل هذا القرار. وأضاف الرئيس الليتواني أن أحد العوامل عند اتخاذ قرار بشأن نقل مدافع الهاوتسر هو ما إذا كان لدى ليتوانيا بدائل لاستبدال هذه الأسلحة، وما هو الإطار الزمني للقيام بذلك. We'll be right back.
في الشأن المحلي مشاهدينا الكرام، وردتنا هذه الأنباء العاجلة حيث اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بشراكة مع القطاع الخاص. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء لا سيما المعدات والآلات، وذلك في ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخمة على مستوى رقعة الجمهورية، الأمر الذي يفتح المجال أمام أفاق امتلاك القدرة الصناعية التي تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية بتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة حالياً. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام لملف الأزمة الروسية الأوكرانية وآخر المستجدات، وللمزيد ينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو حسين مشيك مراسل أكسترا نيوز ليطلعنا على الجديد. حسين، يعني دعني أبدأ معك، ما بعد عملية الاستفتاء وربما النسب التي وضعت للموافقة على ضم هذه المقاطعات أو هذه المناطق لروسيا، ماذا بعد ذلك وتحديدا القرارات التي الدوما بدأت في أخذها لأخذ الخطوات التشريعية في ذلك؟ نعم، لما بعد التحية، مجلس الدوما الروسي هناك احتمال لأن يجتمع يوم الغد 29 من سبتمبر الحالي ويناقش مسألة ضم المقاطعات الأربعة إلى الأراضي الروسية، وثم ينقل توجيهاته أو ما يتم الاتفاق عليه بين أعضاء الدوما إلى الجمعية العامة أي مجلس الشيوخ التي سيجتمع يوم الثالث من نوفمبر القادم والرابع عفوا الثالث من أكتوبر القادم والرابع منه يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين. مجلس الشيوخ سيجتمع، الرئيس بوتين من المتوقع أن يتحدث يوم الجمعة القادم ويعطي التعليمات إلى مجلس الدوما ومجلس الشيوخ من أجل الموافقة على ضم المقاطعات الأربعة إلى الأراضي الروسية. بشكل عام، لما القرار تم اتخاذه من قبل القيادة الروسية بالنظر إلى نتائج الاستفتاءات وبضم هذه المقاطعات بناء على النتائج الإيجابية التي حققتها الاستفتاءات في المقاطعات الأربعة خلال الأيام القليلة الماضية، أيضا الجيش الروسي سيتصرف ما بعد ضم هذه المقاطعات إلى الأراضي الروسية على أن هذه المقاطعات أصبحت من ضمن الأراضي الروسية، وأي اعتداء على هذه المقاطعات سيعتبر اعتداء على روسيا. الدستور الروسي والعقيدة النووية للجيش الروسي تنص على ضرورة حماية الجيش الروسي أي حماية الأراضي الروسية من أي عدوان خارجي وصد أي عدوان خارجي. ما هي الوسيلة التي من الممكن أن يتخذها الجيش الروسي لصد أي عدوان خارجي وتحديدا عدوان أوكراني على المقاطعات الأربعة؟ لغاية الآن لم يتم الإعلان عنها من قبل الجانب الروسي، لكنه بطبيعة الحال لما الخبراء والمراقبين
يؤكدون على أن أمام الجيش الروسي المزيد من الخيارات، ومن أبرزها حسين في هذه النقطة استهداف العاصمة الأوكرانية كييف وتنفيذ في هذه النقطة تحديدا، يعني حديثك عن استهداف أوكرانيا لهذه المقاطعات وخيرسون يعني فيها عمليات دائرة حتى هذه اللحظة، وأن ربما الإشارة إلى أنه ليست كل المناطق داخل خيرسون أو حتى داخل المقاطعات الأخرى هي تحت السيطرة الروسية كاملة، فما هو التصرف في هذا الأمر بعد عمليات الاستفتاء؟ وعلى ذكرك يعني بأنه تعتبر هذه المناطق أو المقاطعات بعد عملية الاستفتاءات نعم هي مقاطعات روسية بالكامل، فما هي رواية روسية فيما يتعلق بالأوضاع على الأرض ميدانية؟ بالنسبة للمعارك التي تدور في خيرسون، المعارك تدور حاليا إنما في المنطقة التي تربط خيرسون بنيكولايف وليس في داخل خيرسون. هذه المعارك تشهدها المنطقة منذ أسابيع، معارك عنيفة تدور بين الطرفين الروسي والأوكراني في منطقة أو في الأحياء التي تربط خيرسون بنيكولايف. الجانب الروسي على تطهير هذه المنطقة من القوميين الأوكران للتقدم نحو نيكولايف، نظرا إلى أن نيكولايف تعتبر المدينة الأخيرة أمام الجيش الروسي للتقدم نحو أديسا. أما وبالنسبة لباقي المقاطعات، نظرا إلى أن دونيتسك لغاية الآن لا زالت أجزاء منها تحت السيطرة الأوكرانية، بالفعل هذا ما تحدث عنه الكرملين اليوم، واعتبر على أن العملية العسكرية ستستمر لتحقيق جميع المساحات في منطقة الدنباس من القوميين الأوكران ومن القوات الأوكرانية. وحسب ما صرح الكرملين عن أنه في حال أرادت القوات الروسية في التقدم نحو أي مدينة أخرى فهذا الأمر يرجع إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن حسب القراءة وحسب ما يتحدث عنه الخبراء لما فإن المدن الأخرى من الأراضي الأوكرانية بالفعل ستتقدم نحوها القوات الروسية، ومن أبرز هذه المدن خاركيف وأديسا، نظرا إلى أن هذه المدن هي التي يتجمع بداخلها النخبة من الجيش الأوكراني. هؤلاء النخبة الذين تلقوا التدريبات على يد الاستخبارات البريطانية والأمريكية. من المترقب حسب المراقبين لما أن يتحدث الرئيس بوتين يوم الجمعة المقبل ويضع الغرب والولايات المتحدة أمام خيارين، إما الخيار الدبلوماسي أو الخيار العسكري. وفي رسائل سابقة ذكرت على أن إرسال 300 ألف مقاتل روسي من فئة الاحتياط نتيجة التعبئة الجزئية كانت رسالة مباشرة من بوتين إلى واشنطن على أن الجيش الروسي لديه المزيد من القدرات التي تصونه أو التي تحوله بأن يحقق نتائج إيجابية على الأرض وأن يطهر المناطق من القوات الأوكرانية. لغاية الآن الحديث الروسي يدور عن معركة عسكرية وليس حرب. بعض القادة العسكريين طالبوا القيادة السياسية بضرورة توسيع الأهداف وبإعطاء الأوامر لتسريع العملية ولكي يتمكن الجيش الروسي من تحقيق الأهداف ومن دحر القوميين الأوكران في وقت سريع. البعض تحدث عن 48 ساعة يمكن للجيش الروسي أن يحقق انتصارات على أرض المعركة ضد القوات الأوكرانية. حسين، ملف آخر متعلق بالتخريب التي أو الذي حدث في خطي نورد ستريم 1 أو 2، وإشارات الغرب بأنها ربما عمليات عن قصد، وربما تشير بعض الأصابع الغربية إلى الطرف الروسي حول هذا الأمر، والكثير من الروايات الروسية تنفي ذلك الأمر طبعا شكلا وموضوعا. يعني ما هي التفاصيل الجديدة حول هذا الأمر؟ بالنسبة لهذا الموضوع هي معلومات متضاربة. روسيا تتهم الغرب والولايات المتحدة بالوقوف وراء الاعتداء. أيضا حسب الخبراء والمراقبين فالجميع يتحدث عن أنه من غير العقلانية أن تقوم روسيا باستهداف خط نورد ستريم، وهي الجهة التي صرفت على هذا الخط مئات المليارات من الدولار على هذا الخط لكي تتمكن أو لكي يعيد هذا الخط بعض من المكاسب الاقتصادية إلى الدولة الروسية. وللإشارة لما إلى أن القيادة الروسية منذ بداية العملية العسكرية تضغط على
الغرب وعلى الدول الاوروبيه تحديدا لاستئناف العمل في خط نورد ستريم 2 نتيجه المكاسب الاقتصاديه التي ستحققها روسيا من اعاده العمل في هذا الخط. فهذا يعني على ان روسيا ليست هي الجهه التي استهدفت خط نورد ستريم. الان الخارجيه الروسيه منذ قليل اكدت على انها ستطلب من مجلس الامن الانعقاد في الايام المقبله لبحث ولمعرفه ملابسات الحادثه. لغايه الان لم يتم اعلان التاريخ من قبل الخارجيه الروسيه، لكن بالتاكيد روسيا تجري تحقيق حول الحادثه وستكشف ملابسات هذه الحادثه وستتهم الدوله المسؤوله عن الحادثه. وفي حال تم اتهام اي دوله كانت فيحق لروسيا استخدام خطوات عديده، نظرا الى ان العقيده النوويه في الجيش الروسي تتضمن حق الجيش الروسي في الدفاع عن اي منشأة اقتصادية روسية، وهذه والخط الأنابيب يعتبر منشأة اقتصادية روسية. الآن الوقت ذهب نحو التصعيد، التطورات كلها وجميع التطورات لما تشير إلى أن التصعيد قابل بين الطرفين الروسي والأمريكي. إن صح التعبير، أحد أعضاء البرلمان البولندي نشر تغريدة وشكر فيها الولايات المتحدة على استهداف خط الأنابيب. لغاية الآن روسيا أكدت على أن هذا العمل يعتبر عمل تخريبي، لكنها لغاية الآن لم تعلن عن الجهة المسؤولة عن هذا العمل التخريبي. بشكرك حسين، شكرا جزيلا. حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز من موسكو. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Європейці пытаються замістити російські енергоресурси. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. أعلنت السلطات النرويجية عن تعزيز إجراءات الأمن حول المنشآت النفطية، وذلك بعد رصد تسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في المياه السويدية والدنماركية. وأكدت النرويج التنسيق الكامل بين الحكومة والشرطة والقوات المسلحة والعاملين على الجرف القاري، كما تم الإعلان أنه لم يمكن حتى الآن تقدير وقت إصلاح التسرب. أعلن وزير الخارجية الفنلندي أن كياناً حكومياً ما يقف وراء حادثة تسريب خطي غاز نورد ستريم، مضيفاً أن فنلندا ستحقق في جميع تحركات السفن ببحر البلطيق بالقرب من خط الأنابيب. وقال الوزير الفنلندي أنه من الممكن الاعتقاد بأن مثل هذا الحادث الطارئ في خط الأنابيب يمكن أن يؤثر على فرض عقوبات إذا تم العثور على أي أثر للجاني. أكدت الولايات المتحدة استعدادها لمساعدة حلفائها الأوروبيين بشأن أمن الطاقة، وذلك بعد رصد حالات تسرب للغاز في خطوط أنابيب نورد ستريم. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن واشنطن تنظر في تقارير تفيد بأن حالات التسرب نجمت عن هجوم أو تخريب ما، مضيفا أن ذلك لا يخدم مصلحة أحد. وأكد بلينكن أن بلاده تعمل على معالجة أمن الطاقة في أوروبا وفي أنحاء العالم سواء على المدى القريب أو البعيد. وصف وزير خارجية لاتفيا التسريبات التي يشهدها خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 بأنها هجمات متعمدة. وقال وزير الخارجية اللاتفية أنه يجب تصنيف تخريب خطوط الأنابيب على أنها أخطر واقعة أمنية وبيئية في بحر البلطيق، معربا عن استعداد بلاده لدعم التحقيق بأي طريقة ممكنة. وشدد وزير الخارجية اللاتفية على ضرورة أن يأخذ حلف الناتو والاتحاد الأوروبي هذا الأمر على محمل الجد.
انتقد نائب وزير الخارجية الروسي فكرة المفوضية الأوروبية حول وضع سقف لسعر النفط الروسية، وقال إن ذلك سيؤدي فقط إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في سوق الطاقة، مشددا على أن مثل هذا القرار سيؤثر على المستهلكين في المقام الأول. أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو وصول شحنة وقود جديدة من روسيا لمحطة باكش النووية، وقال الوزير إن الشحنة هي ثانية خلال الشهر الجاري، معلنا نجاح بلاده في تأمين شحنة الوقود لشهر سبتمبر. وصلت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية في الارتفاع بأكثر من 10%، وتجاوزت العقود الآجلة للوقود الأزرق مستوى 2000 دولار لكل 1000 متر مكعب، واستهلت العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر المقبل بحسب مؤشر أكبر مركز أوروبي التعاملات اليوم على ارتفاعا بنسبة 10.8% إلى مستوى 2047 دولارا لكل 1000 متر مكعب، في ظل مخاوف من توقف إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا. رفضت شركة غاز بروم الروسية جميع المطالبات المقدمة من شركة الطاقة الأوكرانية نفت غاز من إجراءات التحكيم بشأن عبور الغاز الروسي، كما أبلغت محكمة التحكيم بذلك. وقالت غاز بروم أن روسيا قد تفرض عقوبات على نفت غاز في حالة استمرارها في قضية التحكيم، ما يعني أن العقوبات ستحظر على غاز بروم دفع رسوم العبور لأوكرانيا. قالت وزارة الطاقة اليونانية أن أثينا اقترحت إنشاء صندوق أوروبي بمليارات اليورو يتم تمويله جزئيا من فرض ضريبة غاز على منتجي الطاقة لدعم الأسر والشركات التي تواجه الصعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ومساعدة أوروبا على استبدال الغاز الروسي. هذا واقترحت المفوضية الأوروبية حتى الآن عدة إجراءات طارئة يتخذها الاتحاد الأوروبي، من بينها فرض ضرائب أرباح غير متوقعة على شركات الطاقة وخفض استخدام الكهرباء. وتتفاوض دول الاتحاد الأوروبي على هذه المقترحات وتهدف إلى الموافقة عليها عندما يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات اليوم وسط توقعات بارتفاع مخزونات النفط الأمريكية، والتي من شأنها زيادة المعروض النفطي في الأسواق في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.24% لتصل إلى 85 دولارا و92 سنت للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.5% عند مستوى 79 دولارا و69 سنت للبرميل. شهد مشاهدينا الكرام في فرنسا، حيث شهد ميناء مارسيليا وهو الميناء الفرنسي الرئيسي للبلاد وبحضور وزيرة الخارجية الفرنسي كاترين كلونا وبعض المسؤولين المحليين بالمدينة إرسال أهم قافلة إنسانية منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية إلى أوكرانيا. تضم القافلة 1000 طن من المساعدات متجهة إلى أوكرانيا. على العموم، للمزيد من المتابعة حول هذه القافلة والتي تتحرك من ميناء مارسيليا والكثير من التفاصيل من فرنسا مع خالد شقيرة مراسل أكسترا نيوز من فرنسا. يعني خالد، دعنا نبدأ بما أن أنت من الميناء الآن، ميناء مارسيليا، وهناك يتم تحريك أكبر قافلة إنسانية من فرنسا إلى داخل الأوكراني بحضور مسؤولين فرنسيين، فما هي التفاصيل لديك؟ تحياتي لمالك ولكل السادة المشاهدين. بعد قليل ستكون كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية بعد أن قامت
زيارتها الثالثة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ولقائها بنظيرها الأوكراني وأيضا بالرئيس الأوكراني. ستشهد هنا ومن خلفي أكبر سفينة شحن إلى أوكرانيا، إلى أحد مواني رومانيا ومنها إلى أوكرانيا، سفينة أكنول، وهي أكبر السفن للمساعدات على متنها 1000 طن من معدات طبية وسيارات مطافئ وإنقاذ، بالإضافة إلى مواد نظافة ومواد غذائية بطبيعة الحال، وأيضا معدات يقال عنها أنها معدات للإعمار وجسور متنقلة. أكبر قافلة أو أكبر سفينة مساعدات فرنسية هي اليوم من المدينة الثانية من هنا من خلفي من ميناء مارسيليا، وبحضور محافظ منطقة بوشدرون وعمدة المدينة وعدد من المسؤولين المحليين. تأتي هذه المساعدة في إطار مساعدات وصلت قيمتها لأكثر من 2 مليار دولار حسب وزيرة الخارجية كاترين كولونا حتى الآن للجانب الأوكراني. وهي أكدت أيضا بالأمس لقناة بي اف ام تي في الفرنسية بأن فرنسا مستمرة في دعم أوكرانيا بالمعدات وبالآلات وبالمساعدات الإنسانية وبالمال وأيضا بالمعدات العسكرية. إذن نحن أمام موقف يزداد مساندة للجانب الأوكراني. وتأتي هذه التصريحات بعد أن غابت وزيرة الخارجية عن الإدلاء بتصريحات، وكان آخر تصريح للرئيس إيمانويل ماكرون بأنه سيترك باب المفاوضات مفتوحا مع الرئيس الروسي بوتين. يعني من ضمن الإجراءات خالد أيضا التي يتم النظر فيها في الداخل الأوروبي للمرور من الأزمة الحالية، إذا كانت المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة أو وضع الطاقة بشكل عام، المفوضية الأوروبية أيضا تحدثت عن ضرائب أرباح غير متوقعة على شركات الطاقة مع خفض استخدام الطاقة أو الكهرباء، وربما هذه مقترحات يعني ما زال هناك فرصة للموافقة عليها عندما يلتقى وزراء الطاقة الأوروبيين يوم الجمعة. يعني من خلال هذا الأمر، آخر الإجراءات الفرنسية التي اتخذت في هذا الإطار؟ أهم التصريحات كانت بالأمس من وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، وهو يقدم ميزانية 2023 للفرنسيين وللصحافة، وتحدث على أن معدل النمو سيكون 1% في العام القادم نتيجة لهذه الأزمة، بعد أن كان 2.7% هذا العام. وتحدث برونو لومير أن هناك تنسيق مع الدول الأوروبية ومع المفوضية الأوروبية لتقديم المساعدات ليس فقط للأسر الفرنسية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن أيضا للشركات الكبيرة. إذن نبقى أمام معضلة كبيرة جدا، وبصفة خاصة أن الشركات الفرنسية والشركات الأوروبية ستفقد قدرتها التنافسية في العالم 7 أضعاف ما تتحمله مثلا شركات أمريكية. ولهذا ينتظر الجميع لقاء وزراء الطاقة، لأن فرنسا كانت من بين الدول التي طالبت بتخفيض أسعار الطاقة على الشركات حتى لا تفقد التنافسية، أو تقديم المساعدات لهذه الشركة أو تلك حتى لا تتعرض للخسارة، وبالتالي تتجه الأسواق إلى حالة تشاؤمية تسمى بالركود التضخمي. جاء هذا نتيجة تتذكرين لما على أسعار زيادة أسعار المواد الغذائية والمحروقات في البداية، وها نحن الآن ننتظر زيادة أخرى في الكهرباء والغاز، وهذا ما لا يريده لا الساسة الفرنسيين ولا الشعوب الفرنسية الأوروبية عفوا، حتى لا تكون هناك غضب اجتماعي. خالد، ما هي الرواية الفرنسية فيما يتعلق بالتسريب الذي حدث في خطي نورد ستريم 1 و2، وآخر التصريحات أو التحركات المتعلقة بهذا الأمر؟
عمل مقصود ولا بد من فتح تحقيق بأسرع وقت ممكن لمعرفة الجهة التي قامت بهذا العمل التخريبي المقصود والذي يهدف إلى إحداث ارتباك في فصل الشتاء فيما يخص الطاقة. وكثير من يعني القنوات الفرنسية أشارت إلى إمكانية تورط روسيا في هذا الأمر، ولكن لا أحد من الساسة استطاع أن يحدد أو يقول أن روسيا هي التي قامت بهذا العمل حتى الآن. كل هذه التصريحات صراحات متحفظة حتى الآن، والمطالبة هو مطالبة بتحقيق سريع لمعرفة ما ترتب على هذه العملية التي أدت إلى يعني تلوث في بحر البلطيق. وزيرة الخارجية كان لها وزيرة الخارجية الفرنسية يعني كان لها زيارة إلى كييف والتقت بنظيرها الأوكراني، وكان لهم الكثير من التعليقات حول الاستفتاءات خالد التي حدثت في الداخل الأوكراني لضم 4 مناطق لروسيا، وتحدثت وزيرة الخارجية الفرنسية والأوكراني أيضا عن حزمة جديدة من العقوبات في حالة عملية الضم حدثت فعلا. هل هناك تجهيزات لهذه العقوبات خالد في الداخل الفرنسي طبعا بالتعاون مع الدول الغربية الأخرى، يعني هل هذا أمر متفق عليه؟ الحقيقة كاترين كولونا تحدثت عن عملية الاستفتاء التي أجريت في 4 مقاطعات أوكرانية ووصفتها بالمهزلة، ودعت المجتمع الدولي والغربي والدول الأوروبية بعدم الاستهتار في ردود الفعل مع روسيا، وأهمية حتى لا يقوم الرئيس الروسي بالتصعيد. هذا ما طالبت به. ما يتم الآن الاتفاق عليه هو عملية تجديد وتصعيد العقوبات الاقتصادية، وأعتقد أن توجيه الدعوة للرئيس الفرنسي 1 ديسمبر القادم يمكن أن تدخل في هذا الأمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تنسيق بين القادة الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر. لم يتم الإعلان حتى الآن عن كيفية يعني ما هي أو كيفية وما هي هذه العقوبات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تحدث في الأيام القليلة القادمة. حتى الآن لما خلت بعد فوز جورجيا ميلوني برئاسة وزراء إيطاليا وهي تحسب على اليمين المتطرف في الداخل الإيطالي، هناك كانت تغريدة من مارين لوبان طبعا في الداخل الفرنسي بشكل أو بآخر تدعم هذا الفوز مع مخاوف في الأوساط السياسية من ارتفاع نسب اليمين المتطرف في الداخل الأوروبي. ما هو حديث الأوساط الفرنسية بعد هذا الفوز، وهل هناك مخاوف أم هناك تقبل لربما وضع جديد في أوروبا ومن ضمنها فرنسا؟ طبعا هناك حذر وترقب نستطيع القول لما من قبل الرئيس الفرنسي وأيضا رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عندما تم طرح سؤال عليها عن ما هو تعليقها، فكان التعليق واضح بأننا ننتظر القرارات الجديدة للحكومة الإيطالية، نحن نحترم قرار الشعب الإيطالي، ولكن على من يحكم إيطاليا أن يفهم أن لأوروبا تقاليدها ولها بعض من الأمور لا يمكن التنازل عنها زي موضوع الإجهاض مثلا أو حقوق المثليين وغيرها، ولكن تبقى الأمور حتى هذه اللحظة في إطار التحفظ وعدم إصدار قرارات يعني أو بيانات تدين هذا الاختيار، ولكنها الجميع هنا في فرنسا يخشى من أن هذه يعني هذا الفوز لليمين المتطرف جاء في إيطاليا جاء بعد الفوز اليمين المتطرف في السويد بأن تنتقل العدوى دولة وراء أخرى وتنتقل إلى الداخل الفرنسي. صحيح. خالد شقيرة مراسل أكسترا نيوز من مارسيليا فرنسا، بشكرك شكرا جزيلا خالد على كل هذه المعلومات.
قالت رئيسة المركزية الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك يخطط لرفع الفائدة في اجتماعاته القليلة المقبلة للوصول إلى المستوى المحايد الذي لا يعزز ولا يقيد النمو. وصرحت لاغارد بأنه سيتم مواصلة رفع الفائدة في الاجتماعات العديدة القادمة. وخلال آخر اجتماعين للمركزية الأوروبية رفع البنك الفائدة على الودائع من 0.5% إلى 0.75% لمواجهة التضخم القياسي في منطقة اليورو، إلى أن لاغارد قالت إن هذا لا يزال أقل من المعدل المحايد الذي يقدره المسؤولون في منطقة اليورو ما بين 1 و2%. اتخذ بنك انجلترا اجراء طارئا لوقف ازمه اسواق السندات الحكوميه، واعلن خطته للقيام بعمليه شراء مؤقته للسندات البريطانيه طويله الاجل، كما سيؤجل مبيعات الديون المخطط لها. وجاءت تلك الخطوه بعد ان ادت خطط وزير الماليه البريطاني لخفض الضرائب الى انخفاض الجنيه الاسترليني. وبعد إعلان تلك الخطة تراجع عائد السندات البريطانية لأجل 30 عاما بمقدار 26 نقطة إلى 4.72%. وصل الجنيه الاسترليني تراجعه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم بضغط من إجراءات الحكومة البريطانية الخاصة بخفض ضرائب وزيادة الإنفاق، بجانب دعم الفيدرالي الأمريكي للدولار عبر زيادة الفائدة. وتراجعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.43%، كما تم تداولها قرب أدنى مستوياتها في 35 عام. انتقد صندوق النقد الدولي حزمة التخفيضات الضريبية في المملكة المتحدة وخطوات أخرى، وصفها بأنها غير موجهة. وأوضح الصندوق أن مثل هذه الإجراءات ستزيد على الأرجح من عدم المساواة بعد أن دفعت الخطة الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى ضغوط التضخم المتزايدة فلا يجب تخصيص حزم مالية كبيرة في هذه المرحلة، لأنه من الضروري ألا تعمل السياسة المالية لأغراض تتعارض مع السياسة النقدية. قال نائب رئيس البنك المركزي الروسي أن العملات الأجنبية في ظل التضخم العالمي المرتفع لم تعد أداة جيدة للادخار. وأضاف المسؤول أن العملة الروسية باتت أداة أفضل للادخار على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن أي شخص احتفظ منذ العام 2017 بأمواله بالروبل على شكل ودائع مصرفية سيكسب الآن أكثر بكثير من لو كان قد ادخر الأموال بعملة الدولار أو اليورو أو أي عملة أجنبية أخرى. كشف البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تقرير حديث عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي واقتصاد ينفذ البنك برامج فيها للعاملين الجاري والمقبل. والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2022، حيث يتوقع انخفاض الاقتصاد الروسي بنسبة 5% بعد أن كان يتوقع في السابق تراجعا بنسبة 10%، بينما زاد من سوء التوقعات للعام 2023 على افتراض أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سينخفض بنسبة 3%. قرر البنك المركزي في تايلاند رفع الفائدة في الاجتماع الثاني على التوالي بنحو 0.25% لتصل إلى 1% من أجل مواجهة التضخم ودعم العملة المحلية. وجاءت تلك الخطوة بعدما عزز تراجع العملة التايلاندية مؤخرا إلى أدنى مستوياته في 16 عام مقابل الدولار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج مع صعود التضخم إلى 7.86% في أغسطس الماضي، وهو المستوى الأعلى في 14 عام. ارتفعت أسعار الذهب إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوياته الأعلى منذ عدة سنوات. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4% ليصل إلى 1635 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 8 دولارات لتصل إلى 1643 دولار للأوقية.
اقترب إعصار إيان من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بعد أن اجتاح منطقة خليج تامبا بالولاية، حيث من المتوقع أن يصل الإعصار إيان إلى اليابسة في وقت لاحق كإعصار كبير على طول الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا. وأصدر خبراء الأرصاد الأمريكيون تحذيرات بحدوث فيضانات ورياح عاتية خلال الساعات المقبلة. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن أكثر من 2.5 مليون من سكان فلوريدا أمروا بالإجلاء تحسبا للإعصار. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الفترة من التغطية على شاشة إكسترا نيوز لهذه الساعة. كنت مع حضراتكم أنا لما جبريل، إلى اللقاء.